اللي احنا شايفينها دهيت دي اللي هي الاكشوا. فقالوا ايه نعمل ايه؟ قالوا شوفوا لو شفنا من واحد لاثنين اللي هو اول حاجه الانتيك، وبعدين رجع تاني من اثنين من موضع اثنين لحد واحد اللي هو الاكزوست، قالوا طيب ما احنا نشيل الخط ده او البوسس دي ونشيل البوسس دي ونخليها كده على طول. انت شلت اثنين شوطين، يعني شوط الانتيك وبعدين شوط اللي هو الاكزوست، وسبت لي اثنين تانيين. يعني هم كان شوط اربعه، فين هم الاربعه يا استاذ؟ خلي بالك من الكلمه دي، هم اربع اشواط. وريني كده فين الاربع اشواط في الحقيقه. اهو اول حاجه خالص، اهو ادا شوط، ادا واحد، ادا اثنين، ثلاثه، اربعه. تاني اهو اول شوط قلنا الانتيك، اهو الشوط هو اللي تغير بالفوليوم. كلمه انتيك يعني شوط، يعني يا استاذ يعني المكبس بيتحرك من واحد لاثنين او من اثنين لواحد، من فوق لتحت او من تحت لفوق، ده اسمه شوط. هم اربع اشواط، ركز. اول حاجه عملنا شوط من هو من واحد لاثنين، وبعدين اتنقلنا عملنا انتيك، يعني نزل لتحت وبعدين ضغطنا اهو، وبعد ما ضغطنا قام جاي اتمدد، بعد ما اتمدد ضغطنا تاني عشان نطلع الايه، نطلع الاكزوست. يبقى هما في اربع اشواط. طيب في الاربع اشواط دول هما قام جاي قصوا اتنين واظهرهم في البي في اللي احنا نشوفه شوطين اتنين، بس هي فور ستروك اربع اشواط. اوتو ديت ذات الاربع اشواط. هو في ماكينه فيها شوطين؟ ايوه في، وهيجيبها لي في الواجب اللي يقول لك اتكلم عليها، بس هو مش هيجيب عليها المسائل. طب مين هي الماكينه اللي فيها شوطين اتنين بس؟ اللي هي زي اللي هي عارفين الدباب، الدباب ديت شوطين اتنين بس. احنا مش هنفتح موضوع الشوطين، خليه لما يجي الواجب نفهمه لك بدل ما تبقى المعلومات تخش في بعض. احنا نهوت اربع اشواط، يعني المكبس ينزل لتحت خد انتيك وبعدين يضغط يطلع لفوق، يبقى كده عمل كومبرنشن، وبعدين يتمدد ينزل لتحت، وبعدين تاني ينكمش او ينضغط عشان يطلع الاكزوست. يبقى انا عندي هنوت ديت اربع اشواط. طيب يبقى الاوتو ديت تتميز بيه، الاوتو اللي هي اسمها السبارك ايجينيشن، هي عباره عن اربع فور ستروك اربع اشواط. فقالوا هنخليهم الاربع، ما نيجي نتكلم عليهم بقى الاربع اشواط دول نرسمهم ازاي. عايز اربع حاجات اكتبهم، ارسم البي في والتي اس والميكانيزم واكتب العمليات. ورينا كده اهو، دي اللي انا هكتبها، دي اللي هو الايديال بقى اللي احنا بنيجي نحل اي مساله بكتب فيه. ورين ادا من واحد لاثنين، عايز انتروبيك كومبرنشن. طيب بنرسمهم، وريني كده احنا نصغر شويه عشان نشوفهم كلهم مع بعض كمان شويه. اهو من واحد لاثنين اهو، ده اسمه ايزنتروبيك كومبرنشن. فين الكلام ديت؟ كتبته ايزنتروبيك كومبرنشن، ورسمت له ان المكبس اتحرك من واحد وراح لاثنين. يبقى كده اول عمليه. طب العمليه الثانيه من اثنين لثلاثه، ده مش شوط بس عمليه، ان احنا عملنا احتراق وقود اللي هي هيت اديشن. اهو هيت اديشن اد كونستنت فوليوم، الحجم ثابت اهو، واعطينا كيو. وبعدين المكبس اتحرك من 3 ل 4 بقى ايزنتروبيك اكسبنشن. اهو ايزنتروبيك اكسبنشن، او عايز تكتب الورك ستروك، شوط الورك او الباور ستروك زي ما عجبك، كل ده صح. ممكن اكتب الباور ستروك، شوط القدرة. يبقى نزل لواحد تاني، اتنقل من اتنين لواحد، وبعدين من اربعة المفروض يمشي كده ويطلع الاكزوست. من اربعة لواحد قال له لا شيل ده كله وخليه اهو. من اربعة لواحد كاتب كونستنت فوليوم هيت ريجكشن، يعني شلنا ده اللي كان هيخرج ورجع تاني كده، يعني هو في البداية كان هنا
وعمل انتاج حلو، وبعدين قام جاي مطلع الستوك وواجع هنا، قال له شيل الاثنين دول، وقام جاي وصل بواحد ونسميه هيت ريجكشن مره واحده. يبقى اللي ظهر عندي ان هو بس اثنين ستروك شوطين في المساله، لكن الاربع عمليات موجودين. يبقى انا رسمت من اربعه لواحد ان هو كونستنت فوليوم هيت ريجكشن اللي هي دي. اللي انت رسمه دوت اسمه الميكانيزم. اوف اوتو بيطلبه يا دكتور، الكيو هو وش الكيو؟ هيت. اوكي، احنا قلنا عمليه احتراق الوقود تبقى هيت ان، خروج العادي يطلب من عندنا الرسم عادة. هذا الرسم يقول لنا ارسمه. ايوه، ما انا بقول اهو، شوف يقول لي الاول ارسم لي البي في، وهذا الميكانيزم مع العمليات. طب تعال نبص لي تي اس اترسمت ازاي عشان اقتنع بيها. بس اول حاجه من واحد لاثنين انت قلت لي ايزنتروبيك، ومعنى كلمه ايزنتروبيك يعني ولا بيكتسب هيت ولا بيفقد هيت وما فيش احتكاك، معناه ان الاس ثابت. ايه الاس؟ اللي هي الانتروبي. الاس ديت هي قانونها كده كيو على تي، ما اكتسبش كيو يبقى ما فيش تغير في الاس، وهو بينضغط. احنا افترضنا حاله مثاليه ان هو بينضغط ايزنتروبيك، يعني كيو ثابته ولا حتى المكبس بيحتك باللي حواليه، اذا الاس ثابت. ومن احنا طلعنا من هنا كده ثابته، الاس ثابت ما ده اس، لكن التمبرتشر بتزيد لانه بينضغط. وبعدين من 2 ل 3 انت اعطيت هيت، اعطينا هيت، يبقى انت اعطيت هيت، يبقى الاس تزيد تقوم تطلع كده. وبعدين من 3 ل 4 ايزنتروبيك اكسبنشن، بيتمدد برضك ولا بيفقد هيت ولا بيكتسب هيت، يبقى الاس ثابت بس التمبريتشر بتقل يوم ينزل لتحت. وكتبنا ورك اوت، وصلنا من 4 ل 1 ادام هيت ريجكشن يعني بيطرد الكيو، تبقى الاس تقل. لاحظ اللي احنا كاتبينه مهم على الرسمه، هنا كتبنا ورك ان، هنا ورك اوت، كيو ان كيو اوت. يبقى اول ما لقى مساله اوتو هو اوتوماتيك بيطلبها، يطلب الحاجات دي ومد عليها لكل مطلوب خطوات. يعني عشان تشوف معايا احنا الاربعه اللي انت بتطلع عليهم دول فين؟ دول هنزل تحت خالص مساله الكويز اهي. بص كده، انسى الكلام، اول مطلوبه ارسم التي اس، ارسم البي في، ارسم الميكانيزم اللي احنا قلناهم فوق. في كل مساله اللي سواء للاوتو او الديزل يقول لك انا عايز دول. يبقى انا هيفتهم. ايه؟ عندي سؤال الان، التي اس والبي في والميكانيزم ثابته هنا نفس الكارنوت. نفس الكارنوت، بس يعني في 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 الكارنوت كان شكلها غير. ايوه انا فاهمك، الشكل غير، بس اقصد الرسمه نفسها لو حفظتها وكتبتها لين عادي، يعني ما فيها تغيير. ما فيها تغيير لأي مسألة، لأي مسألة أوتو، دول ثابتين، دول ثابتين. طيب وش الإنجن اللي تتغير رسمته فيه ولا كلها ثابتة؟ ما فيش تغيير، حتى في الديزل أما نيجي نرسمها هي لها رسمة تانية برضك ثابت. يبقى الاثنين دول اللي هي الأوتو والديزل دايما يطلب الثلاث مطالب دول. أوكي، يكونوا ينحفظون حفظوا بس. إنما بعد كده مظبوط، الماكينه اللي بعد كده هيطلب الاثنين دول، مش محتاج الميكانيزم. هنرسم حاجه اسمها الهاردوير بتاعها. طيب انت دلوقتي رسمت لي البي في والتي اس، حلو. نرجع تاني، معلش اهو، ايه اللي انت عايز تستنتجه؟ عايز استنتج الكفاءه. من خطوات استنتاج الكفاءة كل أفكار المسائل، يعني الشرح اللي احنا نقوله دوت لو احنا فهمناه هنعرف نحل أي مسائل. يبقى نحل مرة، استنتج مرة لما يكون السي بي والسي في ثابتين، ولما يكون السي بي والسي في متغيرين. مفيش مسألة تخرج عن الشرح بتاعها،
هي اوتو سهل عشان كده والديزل سهل عشان كده. من الشرح هتقدر تعرف تحل الافكار كلها. طيب انا ارسم تاني اهو في الجنب هنا عشان اما اجي احل. انت بتقول ادي البي في برسمها ازاي ديت، بعمل خطين كده اهم اهو وبرسم كده ادي 1 2 3 4 وبعمل لها ديت شعر كده دي ايزونتروبيك. وهنا كتبتها سبيسيفيك اهو عادي خالص اهو سبيسيفيك بدل ما اخليها كيو كبير. طيب ايه اللي انت عايزه بقى من 1 لـ2؟ ركز، انت بتقول ايزونتروبيك وبتقول ان السي بي والسي في ثابت، او احنا قلنا في الايزونتروبيك كان في ثلاث قوانين مهمين. ايه هم الثلاث قوانين اللي يهمني في الايزونتروبيك؟ انت بتقول ثلاث قوانين، انا عايز قانون واحد مهم بس في الاوتو بدل ما تشغلني وتقول لي احفظ الثلاثه. اول ما الاقي كلمه ايزونتروبيك هو ان ده هنا ضغط وهنا حجم اهو، قول كده اهو بي 2 على بي 1 يساوي في 1 على في 2 اس كي اس كي اس كي بس كده. ال في 1 على ال في 2 احنا قلنا في التعريف خالص الاولاني هنا في 1 وهنا في مدري ايش ريشيو اسمه الكومبرنشن ريشيو. انا حافظ حافظ انا ان في 1 على في 2 هي الار اسمها كومبرنشن ريشيو. دي بيديها لي ايوه بيديها لي، يعني بدل ما اكتب القانون كده اكتبه بي 2 على بي 1 ار اس كي. فيها صعوبه كده؟ الكي عباره عن ايش يا دكتور؟ الكي ده ثابت للهواء اللي هو الكي بيساوي السي بي على السي في يساوي 1.4 عشان هو هواء. اوكي كويس. طيب عرفنا دي يبقى دي اول عمليه اللي انا محتاجها. طيب من 2 لـ3 انت بتدي هيت اديشن ات كونستانت فوليوم، اكتب اهو هيت اديشن ات كونستانت في، الحجم ثابت. ايه القانون اللي انا عايزه؟ عايز احرف قيمه الكيو. قيمه الكيو الحجم ثابت يعني مفيش شغل. ليه؟ لان الشغل مرتبط بالحجم، لما الحجم يتغير يبقى فيه شغل. طيب يبقى اذا انت القانون كنت بتقول هنا كيو ناقص الدبليو بيساوي الدلتا يو، ده قانون في سيرم 1 اهو اللي انا احتاجته، مفيش هنا شغل. يبقى انا هحفظ دي ان الكيو بتساوي الدلتا يو، يعني اذا انسى خالص اللي انا كتبته اهو عشان ابسطها عليك برضه اهو. يبقى انا هحفظ اهو ادي الكيو ان هتساوي ام سي في في تي 2 تي 3 ناقص تي 2. السي في للهواء 7.18 دي جيف، هو بيديني جدول فيه الحاجات دي. سي في يا سادولي ايه بي ولا زي سي في؟ لان الحجم ثابت فبكتب سي في. الدلتا يو عمرها ما تبقى سي بي، الدلتا اتش اللي هنشوفها بعدين هي اللي تبقى سي بي. قبل تكمل هذه بالله، انت افترضت لازم تربك ان السي بي والسي في كونستنت علي، يعني كيف عرفنا؟ ما انا لا انا بحل انا او بستنتج علاقة الكفاءة لما تكون السي بي والسي في ثابتين، وبعدين لما تكون السي بي والسي في متغير أشوف شكل الكفاءة عامل إزاي. لو إحنا عرفنا الطريقتين دول يبقى كل الأفكار معانا. ما أنا بقول أهوت الاستنتاج في كل الأفكار، فلما يقول لي السي بي والسي في ثابتين يبقى ديت أدي العلاقة اللي هستخدمها من 1 لـ2، وأدي الكيو هي. لو أنت قسمت على الكتلة ممكن تخليها كده لو هو مش معايا كتلة كده. طب انا عايز اجيب الكتله ممكن اجيبها من الخطوه من من من, من اول حاجه خالص. مش انت بتقول لي ان البي 1 في 1 يساوي ام ار تي 1 اهو، هيديك الفي 1 والبي 1 والتي 1 اقدر اطلع الكتله استخدمها هنا. ما ادانيش الكتله، ما ادانيش قصدي ولا ضغط واحد ولا تي 1، معناها ان مش محتاج كتله. يبقى ده 1 2 وعرفت اجيب الكيو. طب التي 3 هيبقى يديها لي
وعشان مش معقول هتلاقي اكتر من مجهول. يعني انت بتطلب دي يبقى هيديني التي 3، يبقى انا كده عرفت الكيو من 2 ل 3. طيب من 3 ل 4، من 3 ل 4 انت قلت لي ايزنتروبيك اكسبنشن، ايزنتروبيك اكسبنشن نفس القانون ده، بس انت عندك ضغط يمين وضغط 3 وبي 3، فانت هتقول اهو البي 3. طب يا استاذ ابتدي بالبدايه للنهايه ولا من النهايه للبدايه اللي يعجبك؟ يعني لو بدات بي 3 على بي 4 لازم اقول في 4 على في 3، العكس الحجم بعكس مع ده، وهنا اس كي. طب ممكن ابسطها اكتر، في 4 دي اللي هي في 1 وفي 3 اللي هي الفي 2 اللي هي اس كي. قال له ده في 1 على في 2 اللي هي الار اهي. يعني اقدر اكتب كده اهو، ده بي 3 على بي 4 تساوي ار اس كي، ده اللي انا احفظه. ده من 3 ل 4 العمليه دي اكون حافظها. لو انت عايز التمبريتشر موجوده برضه، اللي هو مش انا قلت احفظ قانون واحد، لا ممكن تجيب القانون الثاني. ايه هو؟ اخليه في الجنب اهو، اللي هو بدلاله التمبريتشر ممكن تقول اهو تي 2 على تي 1 تساوي ار اس كي ناقص 1. يبقى ده علاقه التمبريتشر مع الار، الار اللي هي في 1 او تي 3 على تي 4 تساوي ار اس كي ناقص 1. دمت اطبقهم بس في الايزنتروبيك اللي هي من 1 ل 2 ومن 3 ل 4، مفيش اصعب من كده. اخر حاجه اللي هي الاوت، كيو اوت اللي هي من 4 ل 1 اهو، من 4 ل 1، من 4 ل 1 انت بتقول هيت ريجكشن ات كونستانت فوليوم. من 4 ل 1 ايه القانون عندك اهو؟ اكتب كيو اوت، كيو اوت ام سي في درجه الحراره النهائيه، بس اكتب تي 4 ناقص تي 1، مش 1 ناقص 2، 4 ناقص 1 لان 4 اكتر من 1، 4 ناقص 1. ادي القانون اهو. طيب بقى معايا كيو اوت اهي ومعايا كيو ان اهي، اخد بال... كيو ان يا كيو دكتور الحين مع... المقصود بالسي في اللي هو الثابت حق ايش؟ سي في اللي من الجدول، السي في، السي في اللي هو اسمه الهيت سبيسيفيك هيت ات كونستانت فوليوم، الحراره النوعيه عند ثبوت الحجم. وانا قلت القيمه اهي، اهي ده اللي في الجدول، الحراره النوعيه عند ثبوت الحجم. طيب انت بقى بقيت افكار المسائل اهو، احنا قلنا دلوقتي ده يمكن يطلبه في المساله. احنا عايزين نجيب حاجتين، الكفاءه، المين افكتيف بريشر، الورك نت، الثلاثه دول. طيب اول واحده اهو الورك نت. الورك نت ايوه بعد اذنك، اذا الثيوري اللي باقي بسيط ونقدر نكمل الليكتشر الجاي. الثلاثه دول بس، مو مشكله الثلاثه دول بس، اوكي على الثلاثه دول اكتر، اركب ورك نت والكفاءه والمين افكتيف بريشر بس. الورك نت قلنا هيبقى عبارة عن كيو ان اللي انت حسبتها فوق ناقص كيو اوت. طيب الكفاءة، الكفاءة اللي هي عبارة عن الورك نت على كيو ان او واحد ناقص واحد ناقص كيو اوت على كيو ان، كيو ان دي واحدة طيب اكمل اهو. انا كتبت واحد ناقص كيو اوت على كيو ان، ده واحد ناقص الكيو اوت اهي والكيو ان اهي، لو احنا جينا عوضناها هيتفضل عندي كده اهو تي 4 بعد الاختصار اهي على تي 3 ناقص تي 2. انا هستنتج قدامك عشان تبقى مقتنع، لكن هو مش عايز استنتاج، هو عايز الناتج الاخير بس. خلينا استنتجها لك، الكفاءه تانية هي واحد ناقص، لو خدنا من هنا التي واحد مشترك اهو هيتفضل هنا تي 4 على تي 1 ناقص 1،
وخد من تحت تي 2 مش الو ودي كده ليش هطبطون مع صوت بعض؟ صوت قطع يا ايوه قطع عيد النقطه هذه يا شباب. طيب حاضر انا لحد هنا كويس انا عوضت إيه عن كيو اوت وضحت وضحت وعوضت عن كيو ان تي 1 وتي 2 حذفنا بسط مع مقام خدت مشترك التي 1 من فوق وخدت مشترك التي 2 من تحت يبقى انت تقسم تي 4 على تي 1 واقسم تي 3 على تي 2 بحيث لو دخلت التي 1 جوه يرجع تاني نفس دي وقلت هشطب دول مع بعض هتشطبهم مع تي 3 على 2 4 على 1 صح مظبوط اهو اهو عشان تبقى اوكي طيب تعال نشوف كده انت هتشطبهم مع بعض ليه هقسم لك تاني اهو 1 2 3 4 احنا قلنا هنا ايزونتروبيك وهنا ايزونتروبيك من 2 ل 1 الرسمه ثابته ها ايوه ثابته ما تتغير هذا تي وهذا بي وهنا في انا اسف من 1 ل 2 قلنا ايزونتروبيك ايزونتروبيك استاذ وليد الدكتور رسمها غير رسمها 1 2 لين 3 تحت و 4 يسار انا عارف مش مشكله مش مشكله المهم تكون حافظ العمليات انا عارف ان هو بيكتب لك من هنا 1 وهنا 2 و 3 و 4 لا هو احنا انا شغال زي الكتاب عشان انا فاهم الكتاب كويس يعني هتفهم الكتاب مشكلة. هو بقى عايز يكتب كده ما فيش مشكله هما الاثنين زي بعض مش هتفرق طيب من 1 ل 2 انت قلت لي ايزونتروبيك بتقول انت شطبت دول مع بعض ليه لان من 1 ل 2 انت قلت ايزونتروبيك فتقدر تكتب كده على تي 1 هتساوي ار اس كي ناقص 1 ومن 3 ل 4 ايزونتروبيك تقدر تكتب كده تي 3 على تي 4 تساوي ار اس كي ناقص 1 انا كتبت الايزونتروبيك هنا والايزونتروبيك هنا مش ديت نفس دي ممكن نساويهم مع بعض اهو اذا اقدر اقول كده تي 3 على تي 4 هي نفسها تي 2 على تي 1 اذا تقدر تقول بسط على بسط يساوي مقام على مقام يعني اعيد دي حساب كتابتها اكتب كده اللفه دي كلها ان انت تقول تي 3 على تي 2 هي نفسها تي 4 على تي 1 شطبناهم مع بعض ايوه كل ده هو ملوش استنتاج هو مش عايز استنتاج بس عشان تبقى مقتنع اهو ده يبقى الكفاءه اقدر اكتبها كده اهو الكفاءه معلش شيء اهو خلصت اهو اخر معلومه دي الكفاءه اما اجي احل بقى وقال لي تي 60 اهو 1 ناقص تي 1 على تي 2 التي 1 حطها تحت تاني اهو دي كلها مين اهي يبقى الكفاءه احطها كده واحفظها زي اسمها 1 ناقص 1 على ار استخدمها على طول مباشره لما يقول لي السي بي والسي في كونستانت ثابتين طيب لو كانوا مش ثابتين ما فيش استنتاج له يعني ما فيش قانون لا ما فيش قانون ده هي فيها جداول وهنشوف هنحلها ازاي هي مساله واحده تفهمك كله لما يكونوا متغيرين اما اللعب كله فين لما يكون متغيرين كل ده اضطر احله هذه القانون اللي كتبناه هذا يعني احفظ معادلات سي بي والسي في ايوه كل اللي انا كتبته ده كله القوانين اللي بالصفره دي السي بي والسي في ثابتين طب لما يكونوا متغيرين انا مش محتاج قوانين ده انا هخش الجدول واقوم مطلع الناتج هخش الجدول اطلع الناتج اوريك ازاي كويس يبقى انا دلوقتي عرفت الكفاءه اجيبها ازاي عرفت اقدر اجيب الورك نت ممكن اقول اهو بعد ما تجيب الكفاءه اول حاجه اول خطوه خالص ترجع تقول له ده الورك نت هي عباره عن كيو ان ودي اهي يبقى لو انت عايز الورك نت دي تكون انت حافظ قانونها وتضربها في الكفاءة كده مش محتاجة تاني او مديك الكيو مديك الورك نت تقدر تجيب الكيو ان يبقى دول هنيجي نحل المرة الجاية بقى اول سؤال اللي هو ده هتلاقيه في الواجب انتوا عندكم كلاس امتى تاني كلاسنا بإذن الله راح يكون يوم الخميس اتوقع اي يوم الخميس بعد بكرة بعد بكرة هتلاقي ده بكرة اول بعد الشرح اقول لك يلا حل ده اقصد كلاس معاك انت ما ادري مع شو اسمه ما ادري يعني طيب كويس يعني احنا يوم الخميس ان شاء الله خلاص هنحل بقى المره الجايه دول
هنيجي نحلهم ويبقى انت مثبت او مجهزهم للواجب بتاعه، عارفهم بقى. ماشي، هنوقف لحد كده النهارده. تمام. طيب بعد الخميس ان شاء الله الساعة 4. لا استنوا يا رجاله، استنوا يا رجاله، يوم الخميس، يوم الخميس في مشكله. ليه يوم الخميس؟ انت هقول لك يوم الخميس ده بس، الخميس ده بس. انا عندي مشوار المطار. انتوا فاضيين بدري ولا عندكم كلاسات؟ والله يوم شوف انا عندي كلاس ساعتين وامشي للدمام ساعتين اذا خلصت. لا اقصد بدري، اي وقت بالليل فاضي يعني. طيب الصبح الساعة 9 الساعة 10 في امكانيه ولا ما في؟ صعبه صراحه. طيب خلى طيب بالليل. طيب لو احنا قلنا بالليل، طيب لو بالليل الساعة 9 او 10 في مشكله؟ بتيسر ان شاء الله، نشوف الجدول. خليها معلش اعذرونا بس الخميس ده، او لو انتوا عايزين تخليها بكره بدري، بكره بدري يعني الساعة 3 الساعة 2 مفيش مشكله. ما صعبة والله علي. لا شرط والله، عندي ماتيريال. طيب خلاص. طيب ماشي خلاص. أو السبت الساعة 4 العصر.